انها بدأت ما تؤثر على خلاص ايه. طيب عطنا نبغى قصيده نغير ابشر بالسعد. على طاري ابشر بالسعد، تدري اكثر كلمه يسمعونها المتسابقين من بعض في البرنامج وش هي؟ ابشر بالسعد. كل ما واحد الرجل واحد ابي كذا قال ابشر بالسعد. ريجي الله يوفق هاك اللي بيجي. اخذ الكلام اللي ما هو بيت كلام، وبعض العلوم اللي ما تصلح خلها، خلك مثل شمس ضحوية بالتمام، يحرك لاهبها ويظلل ظلها، دار القلوب اللي لها عندك مقام، وقلوب لعد ابطش وزود غلها، خلك اليا من جيت محط اهتمام، اجرح تبود القوم ولا بلها، ألين على ما قيل من عود الثمام، واقسى من اللي فلزوا من سلها، اعقد حجاجك دون حقك ما تضام، وضيفك لجا عقدة حجاجك فلها، واهل الكبر واهل السواليف الخمام، دل النشامة نكرمه عن دلها، نمرهم مرة ولا الرد السلام، تحية الجنة ما بكفولها، لأن الرسول المصطفى خير الأنام قال اللي بقلبه كبر ما يصل لها، وترك مخاوة من يحبون الحرام والحاجة اللي ما تجي في حد. سلام حبايب قلبي، صح لسانك.